حكم الجلوس والتواجد في سيارة الخط الجامعي التي تنقل الطلاب والطالبات مع وجود الأغاني، والحال أني لا أستمع الأغاني مطلقا؟ الاستماع إلى الغناء هو الحرام، وأما السماع أي وصول الصوت إلى السمع من دون إصغاء إليه فليس حراما. هل مشاهدة الأفلام والمسلسلات التركية أو الهندية أو الغربية حرام؟ لا يجوز الاستماع إلى ما يحتوي على موسيقى أو غناء، كما لا يجوز مشاهدة ما يحتوي على لقطات محرمة أو ما يسبب الفساد والإفساد. هل يجوز الذهاب إلى مجلس عرس فيه غناء؟ وذلك باعتبار أنه يوجد فرق بين حالتي السماع والاستماع. الغناء ليلة الزفاف إذا كان مجرداً عن الدف ونحوه من الآلات الموسيقية ومن الرقص ونحوه من المحرمات فهو جائز، والذهاب إليه أيضاً لا إشكال فيه. نعم، إذا كان الغناء مصحوباً بالدف وآلات الموسيقى ونحو ذلك فيجوز الذهاب، ولكن لا يستمع إلى الموسيقى ولا يضر وصول الصوت إلى السمع من دون الإصغاء. بالنسبة للسؤال السابق، أليس في حضور المؤمنات والملتزمات لهكذا مجالس تبريرا للأخريات غير الملتزمات؟ إذا لم يكن في الحضور ما يعد عرفا تبريرا للأخريات للاشتراك في الحرام فلا بأس به. قرأت في أحد أعداد نشرة أجوبة المسائل الشرعية هذه المسألة: هل يجوز الغناء في مجالس الأعراس سواء كان ذلك للرجال أم النساء؟ وكان الجواب: الغناء حرام. نعم، الغناء وحده والمجرد عن آلات اللهو من طبل ودف وغير ذلك وفي ليلة الزفاف فقط جائز. فهل هذا يعني أن الغناء ليلة العرس المجرد عن الحرام جائز للرجال أيضا؟ يجوز الغناء في ليلة الزفاف للرجال على انفراد وللنساء كذلك. ما حكم حضور الأفراح التي تتضمن الأغاني سواء عن طريق المسجلة أو من خلال فريق يؤدي ذلك، ولا نستطيع الخروج من هذه المجالس حسب العادات والتقاليد وبسبب الزعل وانقطاع الرحم؟ يجوز الحضور ويشغل نفسه عن الاستماع إليها.